اهلا بيكم شباب الفرقه الرابعه الجرايين بس كمان حلوين شعبه محاسبه. طيب تشابتر ليكتشر 5 تشابتر 3. تشابتر 3 بنتكلم على الكوميرشال بيبرز، وانتوا عملتوا ريسيرش عن الديفرنت تايبس اوف كوميرشال بيبرز سواء تشيكس او بيل اوف اكسشينج او بروميسري نوت، وعرفتوا الفروق اللي ما بينهم. الشابتر ده متقسم لتو بورت زي ما انتم عارفين. اول بورت بيتكلم على التشيكس والتشيك كولكشن والريجكشن اند سو اون، سواء will be collected او drawn on the same bank or different bank. والجزء ده انا شرحته. الجزء الثاني من الشابتر ده بيتكلم على البيل الكولكشن، البيل اوف اكسشينج بشكل عام. بورت 1 هنتكلم على الكولكشن اوف بيل اوف اكسشينج، سواء البيل will be collected from outside party او من customers for the same bank، او احنا هنبعت البيل للكورسبوندنت ان هو يعمل لها كولكشن. فتعالوا نشوف مع بعض، وطبعا سهل جدا يعني الموضوع بسيط مش فيه مشكله. اولا البيل دي ممكن تبقى اونرز او ديس اونرز. فلو انا بعت البيل فور كولكشن يبقى البنك والريسيف البيل، وطبعا دي مش بتاعته فلازم يريكورد ذا كونترا اكونت. فنقول بيلز فور كولكشن، بيلز فور كولكشن كاستمر، والكاستمر في الكريدت سايد على اساس ان هي liability. وبعد كده بنعمل كولكشن للبيل، فبنيجي انا اسف بناخد من العميل الكولكشن كوميشن والسيرفيس تشارج اوتوماتيك من هيز كريدت كارنت اكونت. وبعدين بنيجي ات ماتيوريتي، يبقى ده هيبقى تمام. بنيجي ات ماتيوريتي هناخد كاش ونعمل ايداع لل amount in the customer credit current account ونقفل ال contra account عشان احنا عملنا collection للبيل. طيب لو البيل دي ما اتحسبتش this owner، this owner اتفقنا حاجة من الاثنين، يا اما with protest يا اما without protest. يبقى انا مدي ال instruction للبنك to take a legal action، يبقى ده اسمه with protest، لا اما انا I will take the legal action، انا اللي هاخد مش البنك. فطبعا في جميع الاحوال احنا استلمنا بيل من الكاستمر، فبنقول بيل فور كولكشن، بيل فور كولكشن كاستمر. بناخد من الكاستمر الكولكشن كوميشن والسيرفيس تشارج، ده ملوش اي علاقه. نيجي بقى البيل ما اتحصلتش، فباجي اقفل الكونترا اكونت وارجعها للعميل بس. انما لو انا كبنك واخد ال instruction to take a legal action بدفع protest وبعدين باخدها او بسحبها من حساب العميل، فباجي اقول ايه protest fees cash و current account protest fees، ونقفل ال contra account. ده لو ال bill disowned. تمام. هنا بيقول لي ان احنا عملنا submission ل amount of bills ب 200,000 collected 150,000، فاخدنا ال collection commission 1% و protest و service charge 500. The bank is instructed to take a legal action. يبقى the amount of bills for collection 200، ال collected 150 وال rejected 50، وال 50 دول عليهم ايه؟ في protest. خلاص bill for collection، bill for collection customer، هنا في customer. بعدين هناخد من العميل ال collection commission وال service charge. وبعدين هنيجي 150 اتحصلوا يبقى cash و credit current account ونقفلهم. ال 50,000 التانيين ما تحصلوش يبقى هندفع لهم بروتست احنا كبنك 2% من ال 50,000، وبعدين نحملها على العميل ونقفلها. موضوع بسيط جدا مفيش فيه مشكله. طب لو انا هبعت البيل دي للكورسبوندنت يحصلها، فانا بستلم البيل واقول بيز فور كولكشن، بيز فور كولكشن كاستمر. باخد من العميل الكولكشن كوميشن اند سيرفيس تشارج، كريدت كارنت اكونت كولكشن كوميشن سيرفيس تشارج. ببعت البيل للكورسبوندنت تو بي كولكتد، بقول بيل تو بي كولكتد كورسبوندنت، بيل تو بي كولكتد. عندنا ثلاث حالات. الكورسبوندنت هيبعت لي يقول لي انا حصلت الفلوس، اسحب من حسابي وحط لحساب العميل بتاعك، يبقى من كريدت كارنت اكونت كورسبوندنت لكريدت كارنت اكونت الكاستمر بتاعنا، ونقفل التو كونترا اكونت، نقفل التو كونترا اكونت. تمام.
طب لو ديس اونرد ومفيش بروتست خلاص هنقفل التوكن في اكونت وخلاص. لو ديس اونرد ويز بروتست هندفع البروتست وبعدين ناخدها من العميل ونقفل التوكن في اكونت. بس سهله جدا، والمسائل دايركت عليها ما فيش فيها اي مشكله دي او اللي بعدها. ده الجزء اللي انتوا كنتوا حابين تعرفوه، ديسكاونتنج البيل والبيل از جارانتي فور بنك لون، في المحاضره اللي بعدها. بالتوفيق ان شاء الله.